هي بعد الانفصال ما بين الزوجين بيبدأ الأب والأم يكرهوا الولاد في الشخص التاني، يعني في الطرف التاني، اللي هو مثلا ما باباك ما بيعملش كذا، مامتك ما بتعملش كذا. ايه رأي حضرتك في الأهالي اللي بتحرض الطرف التاني للأطفال؟ هم ذنبهم ايه؟ ما هم كمان ما اختاروش الأب والأم ليهم. ليه بيلاقوا نفسهم دايما في موقف اللي هو انت لازم تكره باباك، او انت لازم تكرهي مامتك، او مامتك عملت كذا، او باباكي عمل كذا؟ ليه بيحطوا صورة الأب والأم في نظرة وحشة، رغم انهم يعني هم مالهمش ذنب؟ الاطفال لو نفسهم في الوضع ده، فرأي حضرتك ايه في الاول يعني في الزوجين اللي بيعملوا كده او بيقوموا بالتصرف ده؟ والله بالنسبة للموقف دوت، هو بيبدأ يربي شخصية غير متزنة بالنسبة للطفل تماما، سواء الزوج هو اللي بيعمل كده، او سواء الزوجة هي اللي بتعمل كده، او سواء كان اهل الزوج او اهل الزوجة. شوف يا حبيبي، انا اللي بجيب لك، وانا اللي بعمل لك، وانا اللي بفسحك، وانا اللي بخرجك، وانا اللي بشتري لك. ابوك ما بيعملش كده، هو السبب. شوف مامتك لو كانت صبرت، لو كانت اتحملت، لو كانت عملت، لو كانت بتسمع الكلام، لو كانت بتعمل مش عارف ايه، كانت الحياة استمرت. على فكرة هي مش متحملة المسؤولية، هي ما بتعملش عشانكو، هي ما بتحبكوش، هي كذا، فكل او الحاجات هي دي ما انت صبرتش علشانكو، ما صبرتش انها تقعدكو في مكان كويس، ما صبرتش ان احنا نكمل، هي مش قادرة تستحمل، هي ما عندهاش صبر، هي عايزة تعيش حياة لوحدها. يعني دايما بلاقي نقطة التحريض دي في الاولياء، يعني مش عارفة، مش لاقية رد اصلا. عند الزوج هو لا ايوه بيكون بالظبط. حابب يجذب الاولاد ناحيته، فالزوج بيعمل كده، والزوجه كمان احيانا بتكون حابه تجذب الاولاد ناحيتها فبتعمل كده، او الاجداد من الطرفين، الاجداد من ناحيه الاب حابين يجذبوا الاولاد ناحيتهم، يقول له شوف ابوك ما بيعملش، او شوف جدك من ناحيه من ناحيه ابوك ما بيعملش، او من ناحيه مامتك ما بيعملش. ممكن يكون الموضوع ده خارج من الزوج والزوجه، او من اهاليهم للاطفال. بالظبط. ايوه فالفكره دلوقتي ان انت بتبدا تربي شخصيه طفل غير متزنه. انت عندك طفل، الطفل ده يا اما هتربيه شخصيته ما عندوش ثقه بالنفس، ويكون شخص عدائي ناحيه الام، او شخص عدائي ناحيه الاب، ويبدا الولد او البنت لما تبدا بيكون عنده تتجوز كمان اضطرابات في الشخصية، هو مش ما عارف يحدد نتيجه مين هذه الكويس ومين الاضطرابات ان الوحش. الطفل او الطفله لما بيتجوز بيبدا يطلع اللي هو كان متخزن عنده من خلال التحريض ده ايام ما كان طفل على زوجته، او يطلع التحريض ده من ايام ما كانت طفله على زوجها، اللي هي طالعه اصلا كارهه الرجاله وصنف الرجاله من اللي الرجاله دول بيعملوه. ما هي كانت بتتغذى بقى، ابوك ما بيعملش، ابوك ما بيصرفش، ابوك كذا، فتبدا تكون هذه الزوجه زوجه مستغله، زوجه عايزه تفريش جوزها، زوجة عايزة تصرف جوزها اللي قدامه واللي وراه علشان هو ممكن يعمل فيها فيما بعد واحد واثنين وثلاثة واربعة. فهي بتتعامل مع الشخص الزوج دوت من ناحية الخلفية السابقة عندها، من ناحية اللي حصل مع باباها او من باباها مع مامتها. فتبدأ تكون الزوجة دي مستغلة، تكون الزوجة دي حابة تخليه يصرف كل الفلوس اللي معاه، حابة تخليه يعمل كذا، او يكون هذا الزوج دوت لما كان هو طفل وكان بيتغذى من هذه الافكار السامه والسلبيه، يبدا يكون شخص عنيف مع زوجته، يضربها، يكون شخص بيعمل كذا، يكون شخص بيحب افعال معينه نتيجه المخزون اللي اتخزن في عقله، هو بيبدا يخرجه. ليه؟ لان الطفل والطفله هم عباره عن سفنجه، هم بيشربوا المخزون اللي حواليهم من بيكونوا افعال. ضحية عموما في العلاقات اللي بتبقى بالشكل ده. طبعا. وبعدين الطفل بيكون في سن اصغر من انه يقيم، يعني هو بيتبرمج بسهولة من الاب، او بيتبرمج بسهولة من الام، وهو اصغر من انه يقيم الاقوال والافعال. هو بياخد الكلام مصدق من الطرف ده او من الطرف ده، وخصوصا لما بيكون مثلا الأطفال هم مع أهل الزوج بشكل دائم، والأم بتشوفهم على فترات.